سماحة الوالد، يقول السائل: كما فهمنا من تفسيركم بأن السابقين أعلى منزلة من أصحاب اليمين، وسؤالي هو: أليس السابقين هم أصحاب اليمين بمعنى أنهم يأخذون كتابهم باليمين؟ حالهم كحال أصحاب اليمين، فلماذا يسمى هؤلاء أصحاب يمين رغم تشابه حالهم مع السابقين؟ الله فرق بينهم، الله فرق بينهم، وإن كانوا يأخذون كتابهم بأيمانهم، الله جل وعلا فرق بينهم. وأهل الجنة درجات، ليسوا على درجة واحدة. نعم.